ترأس محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلا اجتماع للجنة الرئيسية لبطولة كأس حضرموت الرياضية التي تضم في قوامها أعضاء مجلسي اتحادي كرة القدم بوادي وساحل حضرموت بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي ووكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضبات دكتور سعيد العمودي ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي بضاوي ورئيس اللجنة رئيس فرع اتحاد الوادي سعيد أحلي بايمين ونائب رئيس فرع اتحاد ساحل حضرموت عبد الله سعيد السعدي ومدير مكتبي الشباب والرياضة بالساحل والوادي حسن مسجدي ورياض الجهوري. وفي اللقاء أكد محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي دعم ورعاية السلطة المحلية بالمحافظة للبطولة التي تحمل اسم حضرموت وتهدف إلى توحيد أبنائها والحفاظ على نسيجها الاجتماعي من خلال الرياضة التي أثبتت دائما إنها تحمل رسالة السلام والوئام. وقال المحافظ بن ماضي إن السلطة المحلية حرصت على إعادة نشاط النسخة السابعة بعد التوقف دام لثلاث سنوات بهدف تحقيق الأهداف السامية التي أقيمت من أجلها هذه البطولة وأهمها تفعيل النشاط الرياضي لأندية حضرموت كافة ووحدة صفها وخلق التنافس والتعارف والوئام بين شباب حضرموت. وجرى في الاجتماع استعراض التقارير المالية والإدارية والفنية والتحكيمية والإعلامية للبطولة وإقرار انطلاقها في 14 من أكتوبر القادم.